الثلاثة اللي هن نومينيه لهالاسبوع مرقوا، طبعا هن متلبكين وطبعا هن خارج النوتات باغلب الاوقات، بس لانه هول التلاميذ يلي انظلموا لان بعد ما بلشوا يتعلموا طبعا، واللي بده يفل رح يكون مظلوم لانه ما صار له المجال انه يبقى يتعلم مع رفقاته. انا بقول كتر خيرهم، هيدي هي اكاديميتنا، هيدا هو برنامجنا اللي بيختلف عن بقيه البرامج يلي بيجوا محترفين بيوقفوا ببرزوا بعضهم. نحن لا، عنا طلاب بعضهم خام، وشغله الاكاديمي انه تكتشفهم وتساعدهم لحتى يوصل. الجو العام حلو ودائما في فرح، لما بتدخل الموسيقى على وين ما كان بتجعل من الناس فيها تعيش في نوع من الفرح. هلا بالنسبه للي عم بيغنوا، يعني اصوات، في اصوات كثير مشيتها حلوه، لكن هي قضيه شوي النشاز. النشاز يعني أسوأ ما يكون فيه للإنسان أو للعازف، إذا كان بنشز على الكمانجة كارثة. يعني هلأ لازم يكونوا شوي شاطرين بالسمع، والأكيد الأساتذة ورح يعلمون. نوميني لما بأول أسبوع هيك بيكونوا عم يمرقوا بيغنوا، بحسهم بمسكين تمسيك معربشين بالبروغرام، كأنه ما بدهم يفلتوه، يعني بحسوا بالسخن عبكير انه ممكن هالشي اللي حلموا فيه شهور ووصلوا له وذاقوا طعمه الستار اكاديمي وطعمه الشهره بيصيروا يخافوا انه يفقدوه، فبالتالي بتحسهم انه عم بيعملوا دوبلو تريبلو افار، عم بيعملوا جهد كتير كبير تيضلوا، هيدا بخليهم يحسن ادائهم، بتحسن ادائهم بشكل عام. عندهم طموح، بتحسهم جايين تيشتغلوا، بتحسوا انه جايين تيشتغلوا، برافو عليهم. بس فاكيد في دراسه كثير وشغل كثير، بس اجمالا كثير شاطرين. يعني في برفورمانس اكيد النهارده، وبتمنى ان هم بمرور الوقت هيبقوا افضل وافضل. هم لسه ما لحقوش يقعدوا في الاكاديمي غير مده قليله، وطبعا ما خدوش التدريبات الكافيه، بس عندهم اتيتيود وعندهم اصرار، وباذن الله هنسمع حاجات افضل في الحلقات اللي جايه.